السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بمقطع جديد لعبة انترنت كافي سيموليتر. بسم الله على بركة الله. ايش فيه؟ لازم نسحب الاسانسير. اوكي طيب، جمعت مبلغ كبير، اتمنى انه ما راح. خزنت للامانة مرتين، يمكن لعبت يومين كذا تقريبا من غير تصوير، فجمعت تقريبا 30,000 من اللعبة هذيك وشريت كذا شغلة، ف راح نستكشفها مع بعض الآن في هذا المقطع. أوكي توكل ونروح على المحل على السريع نشوف إيش صار. أتمنى ما تكون راحت الفلوس ولا راح شيء من اللي جمعنا أو اللي سويناه. يس، عربة الهوت دوغ هذه موجودة، نجمع الفلوس من هنا كل يوم المفروض. أوكي شريت أجهزة التعدين هذه أو البيتكوين. في هذا واحد صغير هنا شريته، نقدر نشيك عليه نشوفه انه وركينج شغال يجمع لنا. وفي هذا هنا ركبت له كرتين شاشة، خلنا نشغل الكهرب. اوكي هذا شغال كويس وضعه، خلونا نشيك الحرارة الغرفة وين. كويسة 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 كويسة. الغرفة او المحل حرارته جدا كويسة. نحتاج نفلل هذا كروت شاشة نعبيه فل، تقريبا راح يشيل 1 2 3 4 او تقريبا 4 زيادة او 5. راح نجرب الان نشوف. و تقريبا شريت كم جهاز، خلي الجهاز يشتغل هذا، شريت كم جهاز اضافي فصار دخلنا عالي في المحل، غير الفلوس اللي ربحناها اللي تقدر او نقدر نكبر المحل بالمبلغ هذا. كويس عندي 31,000 غير الفلوس اللي استثمرتها في العملات الرقمية. خلونا ندفع الفواتير، اكيد راح تكون اعلى، طبعا راح تكون اعلى لانه عندنا شغلات واجد شغالة في المحل اكثر من اول. فنبغى نشوف العملات الرقمية ايش صار عليها. هذه لسه نازلة، احنا شريناها 0.3 وشرينا 0.2. هذه شرينا على 0.5 و 1.4. هذه فهم ما فيها اي مكسب الان فما راح نقدر نبيع. لحظة نشيك على التعدين حقنا، نجي هنا فتشوفون جمع لنا كمية كويسة من البيتكوين. البيتكوين مرتفع سعره الان، المفروض يوصل 30، كان في يوم من الايام وصل ل30، فاذا وصل 30 وفوق ممكن نبيع، ممكن نبيع عادي لان احنا جالسين نعدن زي ما انتم شايفين. هذا التعدين شغال، شوفوا قاعدة تزيد البيتكوين عندنا، نقدر نبيع اي وقت ونقدر نستفيد. طيب في شخص قال لي اشتر الشنطة هذه راح تفيدك، تقدر تشيل فيها كذا شغلة. الشنطة هذه للأمانة ما أدري إلى الآن وش فايدتها، تقدر تثبتها في أي مكان وتقدر تشيلها معك في يدك. ممكن قال لي شخص اضغط إكس، في أشياء ما طورناها تبع الكافي لازم نطورها عندنا. 140 نقطة نطور كذا شغلة، نمشي كذا كذا نطور واحنا ماشيين. 110 لا ما نقدر نطور كذا. الاشياء هذه نقدر نطور الضربة، وهذه 38 لا ما نقدر. هنا 25 راح نطور بعدين هذه الشغلات هذه. شكرا، ما كنت منتبه للشغلات هذه، فاللي قال لي شكرا. فراح نطور مع الوقت، نجمع ونطور. طورنا البوكس تبعنا والشغلات هذه. اوكي راح نجرب الان اوريكم الشنطة هذه كيف، ما راح نقدر نستفيد منها الان او ايش السالفة منها ما ادري. ممكن راح نستخدمها بعدين نشيل فيها شغلات او لها استخدام ثاني انا ماني عارف صراحة، لكن انا جربت اني اشيل اشياء. شوف ما نقدر نشيل ولا نقدر نسوي اي شيء في الشنطة هذه، نقدر نرميها بس ما نقدر نستفيد منها. فايس خلونا نشيل كرت الشاشة، واحد ثاني وثالث. نقدر نشيلها؟ لا ما نقدر. شو وما نقدر نحطها في الشنطة. يس راح نضطر نوديها حبة حبة المحل ونرجع. نجي من هنا على المحل، خلوني اجمع الثلاث وارجع لكم. اوكي جمعتها عندي هنا، ركبت بعضها وبعضها رميتها هنا. خلونا نشوف هل راح يكفي ولا اشتري زيادة. اعتقد انه كفاية كذا. نيجي نضغط F شغال ويطلع لنا 300 تقريبا الرقم اعلى، او هذا التعدين رقمه 300. الكود هذا تجيبونه، راح اوريكم الان كيف تجيب الكود هذا عشان تشغل الاجهزه. وهذا شغال هنا يدخل لنا 75، ف
كذا تيجي هنا وتدخل على التعدين، تنتظر شوي، هذا الكود اللي يطلع لك راح يتكرر كل شوي، دخل نفس الكود هذا ما راح يتغير، هذا الكود اللي تستخدمه في التعدين. لكن شغلة مهمة عندك اللي هي الحماية من الفيروسات، لازم تفعله بشكل دائم عشان ما تخسر. خلونا نشوف وضع البيتكوين كيف راح تكون زيادتها بعد ما ركبنا أجهزة زيادة. يلا أوكي، قاعدة تزيد بشكل كويس، نقدر نركب زيادة. أنا ودي أجرب شغلة قبل لا نبدأ نطور المحل. نبغى نطلع من هنا العسكري هذا، ما أدري إيش يبغى عندي. هذا إيش سالفته عنده؟ يقول turning off. اوكي، هذا عشان مشكلة الكهرباء اعتقد نقدر نحلها لما ندفع له 200، هذه بحيث انه ما يقعدون يطفون الكهرباء علينا كل شوية، اعتقد انه في ناس جالسين يخربون علينا. هذا التبز ما هو قاعد يدخل لي اي مبلغ ولا هو قاعد يحطون فيه فلوس، يمكن له طريقة ثانية. ممكن اذا كان في عندك اجهزة بي سي في المحل تقدر تستفيد من هذه حصالة او حصالة التبز او حق البخشيش. اوكي، اللي ابغى اجربه الان الاجهزة هذه هل تركب عندي في الغرفة ولا لا؟ هذا الشيء راح يفيدنا بشكل كبير بحيث انه ما حد يفتش بيتنا ولا الشرطة تيجي للبيت، فاذا يركب فهو شيء جبار بيكون. اوكي، وصلنا الغرفة، خلونا نشوف اذا نقدر نركب. لا ما نقدر نركب اي شيء في الغرفة، فايس خطة كانت فاشلة جدا. فراح اركب الجهاز في المحل، ما هي مشكله، نرجع على المحل نركب الجهاز هذا ونبدا تطويرات المحل. اوكي، وصلنا المحل. المكنسه هذه صراحه فكت ازمه بشكل كبير، فشيء جبار جدا. خلينا نركبها هنا تحتنا، هذه الاشياء افضل مكان. نجي هنا الكود شغال، نسوي له تشغيل، لا هذا رجع شغال. اوكي، والاجهزه هذه شغاله بشكل كويس، قاعده اتجمع لنا فلوس. ناقصنا شيء ثاني، ركبت الانوار هذه زي ما انتم شايفين، نور هنا وانوار هنا ونور هنا فوقي، وهذه اعتقد انها من اول موجودة. فايس المحل ضيق جدا، نحتاج توسعة، نحتاج نضيف مطعم ونضيف شغلات عشان نستفيد من الفلوس اللي احنا مجمعينها هذه. فنحتاج نغير اللون، للامانة لون المحل ما هو عاجبني، سيء جدا، ما ادري كيف اخترت اللون هذا، لكن راح نشوف لنا لون حلو تقريبا. خلينا نشوف هذا كيف راح يكون. لون واحد، جدا كويس، لون واحد الارضية والسقف. نحتاج نغيرها، نيجي هنا عند الفلورز، الارضية راح تكون في لون فاتح ولا لا؟ في لون فاتح؟ ما اعتقد في لون فاتح. خلونا نجرب هذا، نجرب هذا نشوف الأرضية. أوكي، لونها فاتح جدا كويسة. السقف باقي متكسر زي ما انتم شايفين، لازم نغيره. صح، شغلة نسيت أقول لكم، ركبت الباب هذا كهربائي يفتح ويقفل أوتوماتيك، فصار أرتب يعني، بدال المحل ما كان له باب فصار أفضل. أتمنى لو فيه تعديل تغير مكتبك، لأنه طاولة المدرسة والكرسي هذه ما تنفع، فما أعتقد أنه إلى الآن فيه، لكن إن شاء الله أنه في المستقبل يكون فيه شيء كويس. السقف كيف راح يكون؟ هذا قلنا الفلور، هذا السقف نفس الأرضية موجود، فما ودنا نحط شيء يطلع كأنه أرض، فخلونا نجرب هذا نشوف. أيوة تقريبا هذا اسمنت. أيوة سوينا السقف بشكل كويس، والأرضية شكل كويس، والجدران شكلها جدا كويس. في إضافات هنا خلونا نشوف، اللي هي الأبجريد هذه راح نضيفها. هنا نيجي عندنا اضفنا الحصالة هذه، ما ادري اضفتها معكم، واللي هوت دوغ ذي اضفتها اللي برا تجمع فلوس، والسلايدنج دور هذا الباب القزاز اللي يتحرك اوتوماتيك. سبيكر نحتاج سبيكر بس ما ادري متى راح نركب. الالارم هذا راح نضيفه، الانذار اعتقد انه راح يفيدنا في حال انه في حريق او في شيء. سبيكرز خلونا نضيفها لانه راح تفتح لنا الاشياء الثانية زي ما انتم شايفين، فيه سبيكرز هنا.
فتحنا السماعات الجديدة، نقدر نضيف أعتقد سماعات للمحل أو أنها انضافت، ماني عارف، راح نشيك بعد شوي مع بعض. التلوين هذه ماني عارف تلوين إيش بالضبط، كولورينج، ما أدري هل هي نلون الجدران أو شيء زي كذا من غير ما نغيرها، أو أنا ملكت فعليا هذه، ف ممكن نفس الشيء بس إنه راح تكون ألوان هذه. اوكي نفسها هذه، نفس اللي كنا عليه. طيب نيجي الابجريد، نحتاج نضيف المطعم عشان نضيف الحمام وعشان نضيف الدور الثاني. الدور الثاني خلونا نخلص اول شيء الاساسيات هنا عشان نفتح الدور الثاني. فتحنا المطعم، المكيف اللي هنا طاح، نحتاج نشيله ونركبه هنا ونخليه على اوتو عشان يضبط جو الغرفة هذه وما يكون فيه مشاكل. طيب اللمبة طاحت اللي هنا، راح نركبها في المكان هذا، فنجيبها شوي جنب هنا عشان تكون انارتها بشكل اكبر، نرفع شوي فوق بس. اوكي جدا كويس مكانها، مكاني انا لازال هو الشيء الغلط الوحيد، لكن ما هو مشكلة، صرنا نقدر نشيل الخرابيط هذه ونرميها ورانا. المكنسة ما صار منها اي فائدة لانه حنا عندنا الان روبوت آلي ينظف المحل. اعتقد انه الوقت الان وقت نوم، اشوف يس حنا على الصباح، الناس طلعوا من المحل ما عندنا مشكلة. احنا راح نكون هنا نجهز المحل، نشيك وش فيه هنا. هنا راح اعتقد نعبيه اشياء علشان نعطي الزباين تحت نفس الشيء. هذا ايش حق الكافي، ماكينة سناكس تضغط عشان تطلب اشياء، مثلا رقم 11، رقم 14، رقم، خلونا نجرب نطلب شغلة. 19 1، لا كذا وش تضرب 1 9 $5 كيف تطلب؟ طيب اوكي ضغط مربع كونفير. اوكي طلبنا هذا، نقدر نشرب ما نقدر نشرب، راح نخليه هنا اذا طلب زبون نجيبه له، او راح نوظف كل الموظفين الان مره واحده. هنا دورات المياه، اعتقد انه المكنسه راح تنظفها، ما اعرف، او انه راح احتاج انا انظفها، فممكن انا راح احتاج انظفها، فهذا الشيء ما حسبنا حسابا للامانه، لكن ما هي مشكله. هل نقدر نغير فيها شيء، نعدل شيء؟ ما عندي علم. خلونا نقفل الابواب، نقفل الباب، ونقفل الباب هذا. اوكي الغريب انه حاطين حمام جنب المطبخ، فهذا شيء غلط، هذا ودنا نشيله بالكامل، نخبيه هنا، نبعده عن المدخل. فايس الحين راح نوظف ناس، نبغى موظفين يفيدونا في المحل، فنيجي هنا عند امبلويز، فعندنا هذه كاستمرز وذ بيوجين اكسترا تيكس ذيم ذير اوردر، تاخذ الطلبات هذه وظفها. ايش في بعد؟ هذه خلاص عندنا، وهذا نايت مير ثيبس، هذا يحمينا من الحرامية. تجديد الطباخ نحتاجه، هذا ما راح نحتاجه الان. هذا ما اعتقد انه راح نحتاجه، هذا حق اللي ما يدفعون اجهزتنا كلها دفع مقدم، فما راح يسرقون شيء حاليا. هنا اي هجوم راح يحمي محلك من اي هجوم تتعرض له، فادفع. عندنا دخل عالي الحين، نقدر ندخل مبالغ بشكل مو طبيعي. خلونا نطور المحل، نفتح دور ثاني، باقي هنا مكان ثاني نفتحه. اعتقد انه راح يفتح لنا درج مثل الجزء اللي راح يفتح. هلا والله. اوكي هذا ليش توسخ؟ تنظف المكنسة هنا، تعالي وين المكنسة، ابغى اشوفها تيجي هنا ولا لا. انت طباخ وتوسخ؟ اوكي عندي طباخ وعندي هذه اللي تقدم الطلبات للناس هنا. اوه فتحنا المحل من هنا. اوكي فايس اوكي هذه تنظف كل مكان، ف شيء جدا كويس. عندنا حماية، عندنا كل شيء. خلنا نبغى نفتح طريق بعدين نرتب الأجهزة هذيك. اوكي نفس الحركة الباي، خلي في الجزء الأول يفتح لك شيء بسيط هنا،
يقول لك اوكي فتحنا، يلا تبغى تفتح الدور الثاني افتح الدور الثاني. عندي سماعات احتاج اني اسوي موسيقى للمحل او اركب اغاني او شيء زي كذا عشان الزباين امورهم تصير كويسه. فخلنا نشوف. هلا لا خل هذه، خلها ونقص الصوت، خل الصوت نازل، قفل هذه. فركبنا سماعات زي ما انتم شايفين في المحل، صار اكبر وصار ارتب وصار عندنا طلبات هنا وعندنا طباخ وسوينا تطوير كبير. اوكي قاعد اتكنس ففكرتها ما راح تكنس هنا. نحتاج نفتح الدور الثاني للامانه، فخلونا نضبط اول شيء عشان نبدا نجهز فيه الدور الثاني، نشوف ايش اللي يحتاج الدور الثاني، لانه هذا فعليا فتح لي درج بس. اوكي اسمع الرشاش. اوف 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 اوكي الحارس حقي قتل هذا، معناته هذا اللي خرب علي المحل. اوكي كفو كفو عليك كفو رشاش ما يتفاهم والله، طشروا على طول. هذا ايش الالارم هذا؟ اذا صار حريق ممكن او شيء، والشرطي ما يقدر يفتح فمه عند الحارس حقي. خلونا نشوف الانفنتوري حقي. هنا الشنطة، اوكي معناتها الشنطة لازم نركبها هنا. لحظة لحظة، ما ابغى الشنطة هذيك اللي رميتها هناك، راح اخذ اغلى شنطة مرة واحدة عشان اسمع الرشاش شغال. فالناس اللي كانوا يخربون علي رزقي ومحلي و و و صار وضعهم الان بالسليم. طيب قال لي اضغط اي، الشنطة هنا نسحبها ونلبسها. اوكي الحين قدرنا نلبس الشنطة. انا ادري في ناس واجد بيعصبون علي بيقولون لي كان من اول وزي كذا، لكن ما جت على بالي هذا ليش مرمي هنا. طيب قلتوا لي في هنا مقامرة داخل او قمار او تلعب لعبة وتطلع فلوس، راح نجربها بعدين مش الان. وضعنا الان كويس مع الفلوس، قاعدين ندخل مبالغ كويسة. و ليش هذه عليها كذا اصفر؟ اوكي فقاعدين ندخل مبالغ كويسة، وضعنا جدا كويس، حماية ودنيا، وبدينا نتوسع في المحل هذا. ما هو قاعد يدخل مرة فلوس. فاحنا شرينا الدور الثاني، باقي الأخيرة هذه وش هي؟ برضو غرفة ثانية في الدور الثاني. اوكي راح نشيك على الدور الثاني. المكنسة تحتاج لها مكنسة ثانية، او تطلع الدرج حركات، فتحتاج انها انا ما اقدر اتحكم فيها. اوكي تحتاج انها تشتغل بشكل اكبر، فما عليه دامها شغال على نظافة المحل فامورنا جيدة جدا. خلونا نعطر المحل. خلص هذا تقدر تبيعه طبعا، تجي هنا ما راح يعطيك مبلغ كويس، بس انه يعني بدال ما ترميه تقدر تبيعه وتشتري مكانه معطرات. فكويس عندي شنطة الان، خلونا نبيع له هذا $9 ونشتري 1 2 3 نشيلها. لازم تحطها في الشنطة كذا يعني، والله شغلانة. اطلع ونسوي اي ونحطه في الشنطة وتسوي كذا واي تجيبها في الشنطة. اوكي نقدر نشيل اشياء، خلونا نشوف ايش عنده هنا. ما في شيء يسوى صراحة حاليا. الطفاية ما ادري نحتاج الان ولا لا، راح نشيل واحدة احتياط لانه اللي عندنا استخدمناها كثير، ف راح نحتاج واحدة زيادة. اعتقد انه راح نحتاج واحدة زيادة، ف راح نخليها هنا، نزلها هنا لانه ممكن راح يصير حريق او شغلة زي كذا. طيب المكيف اللي هنا طاح، نحتاج نجيبه هنا ولا هنا، نشيك حرارة الغرفتين هذه. 25 19 كولد هنا، هذا المفروض نسوي له كذا، نحطه اوتو عشان يضبط الوضع. خلاص صارت الغرفة هذه دافية وضعها كويس. الأجهزة اللي على اليسار هذه لازم تنشال لأنها مسببت لنا زحمة. نجيب واحد هنا. الدور الثاني راح نخليه حق في ار وبي سي والسوالف هذه. الدور الارضي اركيد بالكامل، فهذه الخطة حاليا. اذا في خطة عندكم او شيء علمونا.
فيدونا نتشارك ويصير نسوي المحل سوا يعني، بدال ما اجلس اخبص لحالي. فا اوكي خلونا نحط هذه بشكل كويس هنا، اوكي، وهذه يصير بالشكل هذا، اوكي كذا مزبوط اعتقد. طبعا ما راح تجيك سيدة، انسى، ما راح تكون سيدة ابدا. صدتك، كيف جت الوساخة هذه؟ في اشباح. طيب في اجهزة زبالة عندنا صراحة ودنا نبيعها، لكن برضو هي قاعدة تحقق لنا دخل كويس، مش خسرانين يعني في النهاية. حتى لو بعناها ما راح نكسب شيء يعني، مبلغ بسيط. لا هذا راح يكون هنا بالاخير، لا تحت الدرج ما راح ينفع، فنجيبه هنا نجرب. ايوه راح يكون بالشكل هذا، ايوه محلنا جدا ترتب الان، افضل من اول. نحتاج نضيف شغلات، هذول قاعدين يشتغلون، ما نقدر نستفيد من هذه. لا طيب الزباين اللي يطلبون هم اللي على طاولات الكمبيوتر، فخلونا ناخذ نظرة على المحل اللي فوق، ايش نقدر نسوي فيه. نقدر نجيب مثلا 1 2 3 4 5 اجهزة تقريبا، راح تكلفنا واجد بس ما هي مشكلة، راح نعوض. خلونا نشوف وضعنا كويس، فلوسنا وضعها كويس، فخلونا نبدأ مو من هنا عفوا، نبدأ نطلب اجهزة. اتمنى لو في طريقة تصير الاكسس ياخذونه على طول من غير ما تقعد تفتح الجهاز تسوي اكسس، لانه لو كثرت اجهزة راح تحتاج تعمل لكل جهاز اكسس، فهذه بحد ذاته قروشة. فخلونا نشوف هنا الدنيا كلها، بس نبغى الطاولات اول شيء. خلونا نشوف البي سي دقيقة، نقدر نجيب ابو 1000 ولا ابو 900، هذا 4 نجوم ب 1300، هذا 5 نجوم. هذا راح يكلفنا دبل، راح نجيب من هذا واحد، لا كنسل هذا، 1 2 3 4، نجي هنا نكنسل هذا ونسوي اوردر ونرجع، نرجع للماوسات، لا عفوا كيبورد، كراسي، نحتاج كراسي، فنجيب كرسي كويس. هذا كويس تقريبا 3.5، نفس سعر هذا، نفس سعر، لا هذا 3 400، هذا 4 نجوم ب 900. اسعارها غالية لكن راح ناخذ هذا. كم قلنا احنا؟ 4، 1 2 3 4، ونسوي اوردر. الله هذا وبتجي اغراض كثير الحين لازم احملها. كراسي قلنا وكيبوردات نحتاج 4. ناخذ ابو 400، هذا لا ار جي بي، ناخذ 600، وهذا فرق بسيط، هذا ب 600 3 نجوم، وهذا غالي بل، فنحتاج شيء سعره معقول، 600 500 600، هذا ار جي بي افضل. 3 4، نسوي كذا 4، وايش في بعد؟ ليش انا قاعد اطلع مره من امازون؟ طيب 4 كيبورد نحتاج، الله يخرج كذا البير، نحتاج 3 ماوس، 4 ماوس عفوا، ار جي بي اللي هي 4، اوكي طلبنا. وايش باقي؟ فلوسنا صارت 10000، وراح ندبلها بعد شوي ان شاء الله، نفتح اللعبة نخليها تجمع لنا فلوس. كيبورد اخذنا، ماوس، باقي طاولات وباقي شغل. ماوس باد ما راح اركب له، كلام فاضي. بينتينج هذا ماني عارف، هذا تركبه في الجدران لزقات او شيء زي كذا ماني عارف. صور كبار ما نحتاجها. ديسكس، الطاولات نحتاج طاولات جيدة. هذه حلوة، هذه قزاز. هذه كونسول، كونسول كونسول تيبل، لا احد يجيب العيد. كمبيوتر تيبل، سيمبل تيبل، جيمر تيبل، هذه ب 700، هذه حلوه ب 800 بس، هذه قابله للتطوير والتعديل بس انها ب 800، اعتقد انها راح تكون واجد علينا. نحتاج شيء ب
الطاولة ما راح تفرق معانا واجد، أهم شيء الكرسي وهذه VR طاولة، الكرسي والجهاز يكون كويس والناس ما عليه بتتخارج. هذه كونسول، كونسول كلها كونسول كونسول كمبيوتر، هذه أقل شيء ب300، بعدين كمبيوتر خايسة هذه، بعدين هذه المعفنة الخردة برو جيمر، هذه حلوة بس ها سعرها شوي، هذه كويسة سعرها برضو شوي مرتفع، هذه كويسة بيسك جيمر تيبل، خلنا نشوف هذه، هذه حلوة ما ابغى اتهور دقيقة، هذه ب700 حلوة بس اتمنى ما تكون حقت شيء ثاني، اتمنى انها تكون حقت بي سي مو مكتوب عليها جيمر اكس تيبل. اوكي نرجع حبة، اخذنا الطاولة، الشاشات باقي شاشات يا طيب. طيب نيجي عند الشاشات، كونسول كونسول كونسول، لا مونيتور، اعتقد انها مونيتور اسمها، كونسول تي في كونسول تي في، هذه حقت البلاي ستيشن والشغلات هذه، هذا الفي ار، بعدين راح نجيب في ار في الدور الثاني. خلونا نشوف ايش في بعد هنا مونيتور. اوكي نبغى نجيب شاشات كويسة سعرها كويس، هذه كويسة برو ال سي دي ال اي دي اولد ال سي دي، هذه حلوة. فرق بسيط بينه وبين هذه، فرق كبير بالسعر، فهذه افضل. جيب اربع حبات، الحين الاغراض منثرة برا يا عالم، الاغراض منثرة برا. دقيقة خلونا نشوف البيتكوينز كيف صار عليه، لا مش فواتير يا طيب، ارجع ارجع نكبر هذه، عندنا 5000 لا زال وضعنا كويس. نجي عند الكريبتو، راح ترتفع ان شاء الله بكرة ونبيعها بعد ما ننام ونرجع. خلونا نقفل هذا ونبدأ نرتب المحل، المحل راح يتعبنا جدا. اوه ايش صار، ايش فيه، هذا واحد جاب العيد، في شيء انزرف صح ولا ما انزرف، بس كذا خربوا محلي وراحوا. جيب هذه كذا، وهذه زبالة صراحة ودي ابيعها افتك منها. انا ارتب هذه، ارجع ورا شوي، ايوه وضعنا كويس الان ما شاء الله تبارك الله. نجيبها هنا، نبغى الاشياء الكبيرة اول، كيف نعرف كيف كذا شاشات نفس الكرتون، كرتون يختلف نفس الشاشات. خلينا نجرب هذا، ايوه الكراسي مهمة جدا، المفروض تساعدوني انتم الموظفين جالسين كذا، المفروض تشيلون معاي تركبون معاي فوق، ف خلوني احط الاغراض هنا وارتبها من الى وارجع لكم، راح ياخذ مني وقت طويل جدا الشغله هذه ما هي بسيطه شوي وارجع لكم. اوكي تقريبا رتبت الدور الثاني بشكل كامل، باقي لي الشغله بسيطه بس، الاجهزه شغاله، نجيب الكرسي هذا هنا، خلاص هذا الجهاز كامل واربع اجهزه تعتبر ممتازه جدا، ناقصنا اضاءه هنا وناقصنا تكييف، فهذا الشيء اللي راح نسويه الان. اكتشفت شغله، هلا هلا ما جيب 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 جيب، شفتوا صارت قدامكم، اللي يسرق هذا فائدة الانذار هذا، يعطينا تنبيه انه في احد طلع من غير ما يدفع، واللي وراها الثانية بعد ما دفعت اللي هي هذه، الدنيا سباها للا تدفع انت وياه $400 جالسين تسرقون المحل، جالس ادفع مبالغ عالية اوفر لكم اجهزة عالية وتمشي انت وياه وتضرب الباب، فهذا شيء غلط، نحتاج نوظف الآن الشخص اللي ينشب لهم على اللي ما يدفعون فلوس أو زي كذا نون بانك، خلنا نجيب له حارس ينشب لهم اللي يطلعون من غير ما يدفعون ريال. زي ما انتم شايفين فلوسنا صارت 12، قبل شوي كانت 2000 أعتقد أو شيء زي كذا، فدخل المحل صار عالي جدا، فما راح نخاف من أي رسوم من أي شيء راح يواجهنا، تقييماتنا بدأت ترتفع، بدأ يتحسن المحل، ف نحتاج كذا شغلة. المقطع يبدو لي انه يطول بزيادة، فخلونا نسوي كذا، نجيب نحتاج تكييف، نركب تكييف للمحل، راح نجيب من هذا واحد، وايش قلنا نحتاج، نحتاج انارات للدور الثاني، ناقصوا انارات، فنحتاج انارات حلوة للسقف، فنشوفها هنا في انارات ارضيه،
في السيلينج تقريبا. السيلينج هذه وول جداريه في الجوانب، حلوه اللي في الجوانب لانها ما تسوي لك زحمه. لكن خلينا نشوف ايش في بعد في سيلينج هنا. في هذا حلو ب 600، في هذا ب 600 بس انه كبير بزياده فراح تكون نازله. خلونا نجيب هذه. وين 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 هذه حلوه برضو، وهذه حلوه. خلينا نجيب واحده من هذه ونجيب هذه اللي هنا. وين هذه وول؟ الوول حلوه هذه برضو. وين اللي قلنا عنها قبل شوي؟ الشبك، الشبك ايوه هذه. واحد اثنين، جيب ثنتين منها. وهذه ليه خذيتها انا ماني عارف. خلاص كذا كويس مكيف. وخلينا نشغل اجهزه للشباب اللي هنا. نجي هنا نعطي مبروك ابروف، نفتح الاوردر هذا عشان طلبات الاكل. فامورنا جدا كويسه، نحتاج نعدل شوي بس في المحل. خلونا نشوف هذا طلب اكل فنقدر نكنسل، نقدر نخلي هذه زي ما تشوفون الموظفه راحت تودي له الطلب. فهذا جدا كويس الشيء هذا اللي قاعدين نسويه. الساعه 10 احنا المفروض ننام، ما نمنا ما ريحنا من امس. المحل شغال بشكل دايم، ما احنا قاعدين نقفل، قاعدين نعوض الارباح الله يخرجك. فاعتقد هنا راح انهي المقطع. طولت اليوم، سوينا اشياء كثير، طورنا، عدلنا، صار دخلنا عالي، تحسن وضعنا 200%. فخلونا نشوف دورة المياه قبل لا نقفل، نشوف هل علينا. يا خرابي ما تنظف هنا المكنسة؟ طيب احنا راح ننظفه. يا الله انا اقول بس هذا كيف طلع من غير ما يدفع؟ مو في حارس؟ ايوه صفقوا الحارس صح؟ كفو عليك، كسر وجهها. والله ما شاء الله عليه ضخم، تحتاج تستاهل زيادة، مو تحتاج زيادة، تستاهل زيادة. خلونا ندفع الفواتير اللي علينا، قلنا بنصير أغنياء صرنا ننظف حمامات، لكن أكيد لها حل. شاكر لكم، فمان الله.